الناس عارفه اني بحب اهزر مع اصحابي واخد حساباتهم اخربها واصرف كل الجواهر اللي فيها، ومش بس كده كمان اخد اكونتاتهم وما ارجعهاش تاني. بس النهارده اتقلب السحر على الساحر، بمعنى ان النهارده هجيب حق كل اصحابي وكل الناس اللي غدرت بيهم، وهدخل على اكونتي اخرب فيه كل حاجه واصرف كل حاجه انا حوشتها. والمشكله اني كنت محوش عدد كبير جدا من السنه دي، بس كل ده هيضيع النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد من قناه دريتوس جيمنج. فيديو النهارده هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهارده انا هجيب حق كل اللي غدرت بيهم وهجيب حق اصحابي كلهم، والمشكله ان انا هخرب حسابي وهو فيه حاجات كتيره جدا، في بتاع 50 بطاقه دايموند، في 200 بطاقه اسمه ايه ده اسلحه، في حاجات كتيره جدا، وفي صناديق يعني ما تعرفش تعدها، في صناديق كتيره جدا. فانا كل ده هيتصرف النهارده، والجواهر والجولد وكله هيتصرف النهارده. فعايزك تتفرج على الفيديو من اوله لاخره، ولو انت جديد تحط اشتراك وتفعل الجرس، اهم حاجه الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده. ولو انت من جيش الغلابه الاصيل حط لايك بقى يا باشا، حط لايك، عايزين نوصل الفيديو ده نوصله 1000 لايك في نفس الدقيقه كده، اول ما الفيديو ينزل يضرب 1000 لايك على طول. انتوا تقدروا تعملوها، واكتبوا لي كومنتات دلعوني ادلعكم، هشتكوني هشتكوا، بصوا بالتراضي بالتراضي. المهم دلوقتي ان انا عايزكم تروحوا على الانستجرام تعملوا لي فولو عشان نوصل 5000 النهارده، وان شاء الله نروح على ال 20 وال 30000 في الانستجرام. وسيبك من دي كمان، انا عايزكم فعاليه جامده جدا، واللي كان غايبني اليومين اللي فاتوا دول وما خلانيش انزل اي فيديوهات هي الفعاليه دي، فعاليه جديده ما حدش عملها قبل كده، فعاليه جامده جدا وانتم مش هتتوقعوها، وعايزكم معايا. فروح على الانستجرام دلوقتي على طول، عشان اول ما اقول لكم يلا على الفعاليه وانزل لكم ستوري جامده اللي ان شاء الله ان شاء الله يا هينزل بكره يا بعد بكره، وفيديو اقسم بالله بفلوس متكلف متكلف، اتقل اتقل تاخد حاجه نضيفه. يلا سيبكم بقى مع الفيديو عشان ما اطولش عليكم، وشوفوا الكلام والجمدان والحلاوه. طب يا جدعان، هو مبدئيا كده في وينش جنبنا بقاله ساعتين، انا بصوا مستنيه اخلص بقالي ساعتين وهو مش عايز يخلص، مش فاهم هو بيعمل ايه، هو بيطلع عفش العماره كلها. الوينش ده في مصر يا جدعان بيقعد يطلع عفش العماره وبيطلع صوت اقسم بالله يصدع، فانا مش فاهم، انا مش فاهم هما بيطلعوا عفش ايه دول. انا نفسي اسالهم انتوا بتطلعوا عفش ايه، يعني انتوا بقالكم 3 4 ساعات ولا كام ساعه بتطلعوا في عفش شقه، يعني انتوا بتطلعوا ايه، ده قصر بيتفرش ولا ايه يا جدعان يا جدعان. المهم دلوقتي ان انتوا لو سمعتوا بس صوته اتلاشوه، اعتبروه موسيقى ورا كلامي، اعتبروا موسيقى وخدوه موسيقى. اعمل ايه طب يا جدعان؟ والله نفسي اصور لكم فيديو وهم هيعطلوني يوم كده. عايزين ناكلوا عيش يا جدعان، عايزين ناكلوا عيش، ما انتوا بتاكلوا عيش واحنا عايزين ناكلوا عيش برضو. استغفر الله العظيم يا رب، لازم تعصبوني كده، لازم تطلعوني عن شعوري. المهم ان انتوا لو سمعتوه اتلاشوه كده اكنه موسيقى، تمام. النهارده بقى يا جدعان ايه، هنخش دلوقتي نفتح كل الباكجات اللي عندي، وانتوا هتتفاجئوا من عدد الباكجات اللي عندي، وغير كده كمان هنخرب الاكونت، هنشحن ونصرف، هنعمل كل حاجه. فانتوا ايه هتشوفوا جمال النهارده. انت والله العظيم يا جدعان مش بعمل الحاجات دي من دماغي، انتوا اللي طالبين ده، انتوا اللي طالبين ان انا اخرب اكونت. مش فاهم انتوا عايزين مني ايه، انتوا عايزين مني ايه يا جدعان؟ استغفر الله العظيم يا رب. ماشي انتوا تؤمروا يا جدعان، انتوا تؤمروا، انتوا تؤمروا، انتوا حبايبي، انتوا اصل الاكونت يعتبر بتاعكم والله. بس هو حد بس يكتب لي في الكومنتات طالما الاكونت بتاعنا ابعته لي في الخاص، ها عشان مش بحب الكلام ده، ويقول لي ايه هات اشحن لك جواهر ومش عارف ايه. بصوا الصناديق بقى يا باشا ايه اللي عندي، بص يا باشا قد ايه صناديق يا باشا، بص يا باشا قد ايه صناديق يا باشا، جمدان جمدان جمدان، وكمان لسه ايه، لسه هنصرف ونشحن ونصرف تاني، وهتشوفوا جمال النهارده. خلينا بس ايه نفتحه كده 12، تخيلوا كده يا جدعان تجيبنا حاجه دايما، تخيلوا كده، تخيلوا معايا كده يبقى حظ السكوره الغلابه في الصناديق جامد يا جدعان، يبقى حظ. بص افتح كده مثلا 2 في 2 عشان يفكرونا غلابه، يفكرونا ايه، يفكرونا غلابه. هات كده الثلاثه دول، ماشي وريني يلا دايما بقى. هي علقت، طب انت علقت ليها لعبه، علقت ليها لعبه ناقصه. استغفر الله العظيم، لا هنفتح لي الواحد ولا هتفتح لي الواحد ولا ايه؟ انا نفسي في اليوم بي ده يا جدعان، اليوم بي ده جامد قوي. يلا دايما بقى، دايما بقى يا جدع، ايه ده جالنا السلاح الثاني ده دايما، ماشي وريني السلاح ده كده. انا معايا اصلا الجولد منه، معايا جولد كده هبوره لكم. بس طبعا مش هجيب لنا حاجه دايما، دي فري فاير يا باشا، فري فاير يعني تشوقك وما تدوقكش. هي دلوقتي بتدوقنيش اصلا، ولا بتشوقني ولا بتدوق ولا بتشوق. خلينا نشوف الاي دبليو ام، ماشي ما جالناش اي حاجه. وهات هات الكلبوبات، هات الكلبوبات، يخرب بيت ابوكوا الكلبوبات، انتوا يخرب بيوتكوا الكلبوبات برضو، هات كلبوبات. صندوق كله ايه، صندوق كله ده، ماشي وريني كده. وكلبيب تاني بس ده حلو ده، 43 صندوق معايا، 43 صندوق منه ان شاء الله يجي لنا دايم. اكيد يا جدعان هيجي لنا دايما يا جدعان، اكيد هيجي لنا دايما. ما تقوليش ان ده سكن بس مش الصقر، مش الصقر نفسه، ما تقوليش ان ده مش الصقر نفسه، انا عايز الصقر. ايوه هو الصقر، هو الصقر يا باشا، هو الصقر يا باشا.
يا جدعان جامد. دي ايه ده؟ لا دي الرقصه. يبقى جانا جاينا الصقر في الجاي. عجينا الصقر في الجاي. هو الصقر يا باشا، هو الصقر يا باشا. ايوه هو جامد جامد يا جدعان، جامد قوي 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 يعني. هات تزويد كده. لا 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 روقان روقان. 43 صندوق روقان اهو اهو، ورا اهو واقف ورا اهو، وكمان معايا السكن بتاعه. نسميه ايه ده كده؟ اكتبوا لي انتوا في الكومنتات، انتوا اللي هتكتبوه. انا ايه هات تزويد، قصدي ترقيه ترقيه ترقيه. ما انت تخريب بتخريب تخريب بتخريب. الملابس كده معانا دي، ومعانا المهاره ايه ماشي، معانا ما لناش دعوه بالمهاره. معانا ايه بقى؟ كل الرقصات معانا، كل الرقصات يا باشا. ايه ده انت رحت؟ ايه ده يا ابني انت رحت فين يا ابني؟ فين وراح فين؟ تعالى يا ابن تزويد تزويد وروني ورا كده. لا جامد جامد رايق رايق يا جدعان. اكيد بص هيجي اكيد هيجي 43 صندوق اكيد هيجي. هو في ايه في الحنانه؟ ايه في كمان في المهاره؟ وريني تحويل. ده ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. ماشي ماشي ما علينا ما علينا، سيبك من ده دلوقتي. دخلنا على الخزنه تاني عشان نكمل تفتيح ونظبط الكلام. وغير كده كمان يا جدعان معايا بطاقه دايموند بالهبل، معايا بطاقه دايموند بالهبل، ومعايا بصوا هتشوفوا جمال هتشوفوا عظمه. ورينا يا باشا ايه صندوق كابيلا. هات صندوق كابيلا. مش عايز يجي لي حاجه ولا عايز حاجه من الكلبوبات دي، بس جالي الصقر. الصقر بصراحه يا جدعان جامد. صندوقين ماشي. وريني ايه ده؟ معناها 32 صندوق من اللي جاي ده، 32 صندوق. فان شاء الله حاجه هتجيلنا دايما ان شاء الله دايما. بص اقعد دوس عليه دوس عليه. اعمل 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 كده. فتح 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 كله على طول على بعضه. فتح تهانينا على طول. تهانينا ساعات تهانينا ساعات ساعات تهانينا ساعات ساعات ساعات. ايه ده في ايه؟ ثلاثه ورقه كام صندوق؟ كلهم ساعات. ماشي 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 ماشي. يعني فري فار ساعات برضه. فيها فري فار فيها فري فار في ايه؟ في ايه؟ ما تفوق معايا. استغفر الله العظيم يا رب. هات يا عم هات يا عم. ثلاث صناديق ثلاث صناديق. عايزين حاجات دايمه بقى. احنا جالنا اول حاجه دايمه اللي هي ايه ده؟ حلو السلاح ده والله. انا معيش حاجه منه اصلا. يا رب يجي لي دايم يا رب، يا رب يجي لي دايم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يلا دايم. ما جالناش دايم. استغفر الله العظيم. وجالنا الاكسمويت ماشي. 10 صناديق دي فيها دي فيها امل. وانا معيش اصلا سكنات للسلاح ده، فدي فيها امل بقى. دي فيها فيها امل. اول 10 اول 5 اول بعد ما جالناش حاجه. 15 صندوق ده هيجي لنا ايه ده؟ هيجي لنا اكل قطط وكلاب. اكل قطط اكيد اكل. ما جالناش حتى اكل قطط. هات يا ابن هات يا ابن. استغفر الله العظيم يا رب. انتوا يا جدعان انتوا هتزهقونا ولا ايه؟ فري فاير انتوا هتزهقونا ولا ايه؟ ده احنا لسه داخلين على فتح حاجات ثانيه. ايه الساعات اللي انت قاعد بتديني فيها دي؟ مش فاهم انا. بصوا الونش اشتغل. ماشي ما علينا يا جدعان يا جدعان. الساعات دي بتعمل بقى ايه؟ انا مش فاهم انا هعمل ايه بكل الساعات دي. احنا فاضل كتير على السنه دي. انا متشوق قوي يا جدعان، متشوق قوي للدايموند، متشوق قوي للدايموند رويال. بصوا السكار ده. بس احنا معانا سكار التيتان ومعانا سكار القرش ومطور ليفل 5 يا باشا. احنا اغنياء يا باشا، مش محتاجين الكلام ده، مش محتاجين الكلام ده. ومعانا الام بي 40 الاصفر يا باشا. مش محتاج ايه ده؟ كلبوبات كلبوبات تاني. طب هات هات اديني بقى واحده تهنينا بقى. بالله عليك هتغسل قلبي والله. جاي عم تغسل لي قلبي تهنينا دي، بتغسل لي قلبي من جوه كده. مش عايز تجيلي تاني. مفيش تهنينا تاني في 27. ايه ده تهنينا اهي تهنينا اهي. هيجي لنا ايه بقى؟ جالنا اليو ام بي. اوبا جامد. بس انا معايا اليو ام بي اصلا التاني بس ماشي. وفي حاجه تفرحت حاجه تغسل قلبنا. 37 صندوق لورا، 37 صندوق كلبوبات. فاكيد هيجي لنا تهنينا ولا ايه؟ اكيد هيجي لنا تهنينا ولا ايه؟ تهنينا ولا ما جالناش تهنينا. 23 صندوق سكار. ومعانا انا حاسس اني قاعد في مطعم والله العظيم. 23 فول، 23 سندوتش فول، 7 سندوتشات مش عارف ايه. ماشي افتح لي يا باشا، افتح لي يا باشا، افتح لي. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انت مفكر انت هتهزر معايا؟ سكار ايه يا عم؟ احنا معانا سكار يا عم. ده في 17 صندوق جاي. ففي شكلها تهنينا كده، شكلها تهنينا ولا ايه؟ شكلها تهنينا ولا ايه؟ يلا بينا اغسل قلبي بقى، اغسل قلبي بالله عليك. بالله عليك انا غلبان يا بالله عليك. ما حتى مش عارف اصور من الونش بالله. يعني غلبان بالله بالله بالله. تا واحده تهنينا بالله. مش بالله والله والله انا مفيش حاجه عايز تفرحنا كده. يعني فرحيني انت يا فري فاير، فرحيني انت. اديني اي حاجه. ادي 5 جنيه. طيب 2 جنيه ونص. جوارتين. ايوه كده ايوه جامد جامد. الشحاته بتنفع، الشحاته بتنفع. تزويد الشحاته بتنفع يا جدعان، الشحاته بتنفع. استغفر الله. لا 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 لازم اشوفه جدعان، لازم اشوفه لازم اشوفه. عشان متهيأ لي معاش سكنات اصلا للسلاح ده. ايه ده؟ هو ده جالي دايم برضو ولا ده كان معايا اصلا؟ مش عارف. وريني كده. ايه ده؟ وده الاي كي. انتوا عارفين يا جدعان كنت مفكره انه سلاح. هوريه لكم. استنى انزل لي كده باش تحت. والله يا جدعان كنت مفكره اللي هو استنى استنى انزل لي تحت هوريه لكم اهو. كنت مفكره ده عشان معيش سكنات ليه. طلع الاي كي في الاخر. طب ما انا معايا اي كي يا باشا، ما انا معايا اي كي. عامل ايه انا بدا يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني يوم ما الشحاته تنفع يجي لنا حاجه اصلا معانا منها حاجه جامده. طب بالله عليك يبقى ايه؟ واحد شوت جن كده. مع ان انا معايا شوت جن اصلا. ايه ده ايه ده؟ حلو قوي ده. ده ممكن يجي لي دايم ده يا جدعان ولا ده لبس بس؟ مش عارف متهيألي لبس بس. بس شكله حلو والله،
شكله حلو. عيوننا ايه؟ هاجلنا ايه؟ واحده تانيين بقى يا ابني انت بتعلق ليه يا فري فاير؟ يا فري فاير ليه بتكسر قلبي؟ والله بتكسر قلبي يا جدعان. سكور الوردي ده عشان لو معاه بت ولا بتاع عايز ادي الاكونت بتاع مش فاهم انت عيله عليها خروف. بس اسكت انت هتبوظ الدنيا. وفضيحه الساكورا على ايدي انا، على ايد الساكورا نفسه. هات فلوس حلو، فلوس حلو عشان نخرب بيها كمان. هات فلوس حلو جميل قوي، فلوس جميل 27 صندوق. يلا يا باشا عاجلنا حاجات كتير. الله الله يا جدعان فتح الصناديق ده بيغسل قلبي والله العظيم. والله حاجه جامده قوي فتح الصناديق ده، حاجه جامده وعظمه قوي جامد جامد. 28 صندوق. هات 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 ده جالنا بتوع دايموند رويال. فلوس فلوس حلو، الفلوس قوي انا بحب الفلوس قوي. 34 صندوق. هات فلوس بالله عليك، الفلوس ولا ده اصلا ما فيهاش فلوس؟ لا لا ما فيهاش اهو اهو فلوس حلو قوي. هات 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 اللبس ده يا جدعان فتح الصناديق ده بيغسل القلب وبيغسل الكرش وبيغسل كل حاجه، بيغسل كل حاجه، بيغسل كل حاجه. ده لبس كلابيب 37 صندوق. ده اكيد هيبقى فيه فلوس، ده اكيد هيبقى فيه فلوس. يلا 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 فلوس. ما جالناش فلوس بالله عليك، فلوس ما جالناش فلوس. 31 صندوق يا جدعان. انا معايا صناديق كتير قوي، انا اول مره اكتشف الموضوع ده والله. انا معايا صناديق كتير قوي. 29 صندوق كمان. يلا بينا، ده يكملوا كام صندوق؟ ده يعدوا ال 200 دول يا جدعان ولا يعدوا بكام دول؟ جالنا حاجات كتير قوي يا جدعان، جالنا حاجات كتير قوي وحاجات دايمه كمان. والله جامد، والله العظيم جامد يا جدعان، جامد جامد جامد. بس طبعا لبس الساكورا بتاع الغلابه ما بيتعوضش. ايه ده احنا جالنا ده؟ حلو قوي الكلام ده، انا ما اعرفش ان هو جالنا والله، ما اعرفش ان هو جالنا. هات يا باشا، هات لبس الساكورا، هات لبس الساكورا الغلابه، ساكورا الراي، ساكورا الفاجئ. احب اطبل لنفسي يعني، انا ما طبلتش نفسي مين هيطبل لي؟ هات كده الباقه ماشي، افتح لي الكلام ده كله. بص يا جدعان بقى ايه ده؟ ده المفروض اختار يعني؟ حلو قوي. اختار ايه؟ اختار ايه؟ مش عارف ان كل الحاجات دي مملوكه عندي. هات لي كده ورا 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 ورا، في حاجه مش مملوكه هنا؟ لا كل ده مملوك. فاضل بس ايه؟ هات ده، هات ده، هات جوتا اللي انا اتلخبطت فيه وقعدتوا تتنمروا عليا. ماشي قعدتوا تتنمروا عليا، مع ان انا والله العظيم عشان يعني ما بفتحش اللعبه كتير كنت مفكره هو، والمعلومات جات لي غلط. عادي لما تجيلي معلومات غلط يعني يا جدعان. تتنمروا عليها ليه في التحديث لما عملت فيديو التحديث الجديد؟ ما تعدوها لك يا جدعان، ما انا على طول بغلط يا جدعان وبتعدوا لك يا جدعان، جت على دي يعني. المهم دلوقتي دخلنا على الحاجه اللي انا مستنيها بقالي كتير، مستنيها بقالي شهور، مستنيها بقالي سنين. وريني كده بقى الدايموند رويال. اهم حاجه الدايموند رويال، معانا 56 بطاقه دايموند رويال، حاجه رايقه. وريني كده الجولد رويال، ننزل في حاجات جديده ماشي. هنفتح برضو الجولد، هنفتح كل حاجه، هنشطب ام المتجر ده كله، هنشطب كل اللاك رويال. افتح لي اول 10 صناديق، ودي لاجل جيش الغلابه اللي بيتغابه. وانا متاكد ان هيجي لنا حاجه جامده جدا، وجالنا الرقصه الجامده جدا بس يعني مش قوي كده، مش فاهم مفخمها وانا كده. ورينا 10 صناديق بعد كده، ودي برضو لاجل جيش الغلابه اللي بيحبوني، اللي كل يوم في ظهري، اللي كل يوم بيظبطوا الكلام. وجالنا ايه؟ جالنا ايه؟ مفيش تهنينا ليه؟ ايه ده جالنا بتاع زعبوط في الدماغ كده. هات 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 الحاجات دي، هات الحاجات دي، هات الحاجات دي ماشي. هات 10 صناديق كمان لاجل الناس كلها، لاجل كل اللي بيلعبوا فري فاير، اللي بيحبوني واللي بيكرهوني. جالنا ايه؟ ايه ده اللبس ده حلو قوي يا جدعان، والله اللبس ده جامد قوي. قابلت مش عارف ايه، والله جامد 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 جامد. وجالنا اللبس اللي فوق ده حلو قوي. انا نفسي بس يجي لي ايه؟ الحزمه دي، نفسي يجي لي الحزمه دي. هات بس ايه؟ اتنين فرط، اتنين فرط و دلعوا، اتنين فرط ودلعوا، اتنين فرط ودلعوا. ما جالناش اي حاجه ماشي. هات واحده فرط كمان، يلا بالمره بالمره نخلصوا الفرط. طب هات خمسه فرط، هات خمسه فرط. انا يا جدعان عارف بعمل ايه، انا عارف بعمل ايه يا جدعان، انا قلت لكم انا عارف بعمل ايه. شايفين شايفين يا جدعان، استغفر الله العظيم. انا كنت لسه بقول لكم انا عارف بعمل ايه، انا عارف هجيبه ازاي، عارف الطريقه اللي هجيبه بيها. قلت لكم انا، قلت لكم عاش 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 يا جدعان. جامد، تزويد تزويد على طول. سيبك من لبس السكورة الغلابة دلوقتي، بس ايه عايزين نشوفوه جامد يا جدعان. رايق وجا الله 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 الله. هات يا باشا اللاك رويال، قلت لكم انا عارف اعمل ايه، قلت لكم ثقوا فيا، ثقوا فيا. بس انا عند وعدي لازم اخلص ال 24 بطاقة دايموند رويال. يلا على الله على الله، عشان عشان خاطركم انتوا، عشان خاطر جيش الغلابة يتبسط ان انا بخرب الدنيا كده. جالنا لبس برضو جديد كده حلو ماشي، وهات 3 فرط. قلت لكم انا عارف بعمل ايه، وانا لسه بتكلم يا جدعان جت، وانا لسه بتكلم جت، انا عارف بعمل ايه. استغفر الله العظيم يا رب. هات يا ابني الجولد رويال، هات اول 10 لاجل الفجر والجدعنه. يا جدعان انت ليه بتزني كده؟ ليه بتزني؟ انا مش فاهم يعني. هات 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 ماشي حلو، جالنا البتاع ده. هات كده فلوس حلو، فلوس هنحتاجه، فلوس دلوقتي هنحتاجه، فلوس دلوقتي. هات فرط، هات فرط، استنى شط، استنى شط. يلا تهانينا يا باشا، انا جامد يا باشا، انا فاجر. جبنا كمان اللبس ده، قلت لكم الفرط بيجيب سكه، فرطني وجبني سكه، فرطني وجبني سكه كده.
احنا جبنا ايه؟ جبنا كل حاجه، بس انا هكمل طبعا عليهم. ولسه لسه الفلوس كمان، لسه فلوس هنضيعها كلها، لسه كل حاجه، لسه الجمدان يا ابنات. ايوه يا جدعان ما تبعتوش بالله 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 ما تبعتوش يا جدعان، انا غلبان والله العظيم، عايز اصور والونش مش سايبني في حالي، مش تبقوا انتوا والونش. هات كده ماشي، حلو قوي حلو قوي. انزل بقى تحت باشا، بلاي اند وين، بلاي اند وين. دي في بقى ايه؟ كذا لبس، كذا لبس عجبني. اول لبس يا باشا، اللبس ده بتاع الامن المركزي الجامد جدا. وبعد كده ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وايه القرف ده؟ وايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ماشي بصوا، انا لو جبته هفرح قوي، فخلينا باول 6000 كوين ونشوفه ايه اللي هيحصل، وان شاء الله يجي لنا اللبس الجامد جدا. ما جالناش اي حاجه، لان اللبس الاخضر ده 3 ايام واصلا هو معانا، متهيالي معانا اصلا صح؟ ايوه معانا. ماشي ماشي ماشي، احنا دلوقتي معانا 13000 كوين، هناخده 3000 فرط ونفتحه بالباقي. وريني كده ايه هنا، في ايه؟ ايه ده حلو البتاع ده، بيتعامل بايه الحجر ده يا جدعان؟ لو لو دي جت بقى، انا بصوا ايه ده، ده بيتلف بيه هنا. طب ده بيتجاب منين ده يا جدعان؟ حلو حلو حلو. هات كده تاني، دي شبه اللاكر، شبه قصدي بطاقه دايموند وكده. ماشي احنا كده فرطنا شويه، هات فرط فرط فرط. انا معايا 4 كمان، حلو قوي. فرط لي فرط لي فرط لي، وادي واحده 6000، ادي واحده 6000. دلع دلع. ايه ده، جه ولا ايه يا جدعان؟ ده كده جه، انا مش فاهم كده جه ولا ايه، انا مش فاهم. ما عملتش تهنئه ليه؟ جه يا جدعان. لا لا استنى اتاكد يا جدعان، جه يا جدعان. انا فاجر يا جدعان، اقسم بالله انا جامد. قلت لكم هجيبه، قلت لكم هعرف اجيبه ازاي، قلت لكم ان هحرق كل الحاجات دي وعارف احرقها ازاي. يا جدعان يا جدعان، يا لهوي يا لهوي على الجمدان. هات يا باشا اللبس ده، هات هات. ايوه هات ده، هات ده، هات ده. جامد 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 جامد. بس هنكمله برضه، هنكمله هنكمله عشان محدش يزعل. فين 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 اللاكرويل؟ قلت لكم جد... انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم هعرف اجيبها سكه، هعرف اجيبها سكه. انا قلت لكم. هات خلصت الكلام ده كله، هات ايه ده، جالنا اللبس ده ماشي، و6000 كوين. وضيع يا باشا وضيع، ضيع 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 يا باشا، وضيع ضيع 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 يا باشا، وضيع ضيع ضيع. جامد. انا كده مستريح نفسيا، نفسنا ايه؟ مستريح نفسيا. جبت كل اللبس وخربت لكم الاكونت وظبطت لكم الاداء وجبت اللي انا عايزه. وبس كده يا جدعان، وده كان فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس، ولو انت وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اخر دقيقتين ونص يا احلى ساكوره غلابه، وانا هحب فيك في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my